العراق بانتظار الرئيس العاشر. صالح وزيباري يتنافسان في المواجهة الثانية بين البارتي واليكت. الألغاز بالعراق هواي، بعضها انحلت وبعضها بالطريق للحل، إلا لغز رئاسة الجمهورية ما حد يعرف يحله غير الكرد نفسهم. شنو اللغز وليش صعب ينحل؟ القصة واضحة بالنسبة لليكتي، هناك إصرار على ترشيح برهم رغم الفيتو اللي عليه من البارتي، ويبدو أن طهران وقوى الإطار تدفع بالإبقاء على ترشيحه في محاولة لتكرار المعركة اللي جرت عام 2018 واستمالة النواب لمخالفة أوامر زعماء الكتل. لكن هالشي ما مضمون هالمرة، لأن التحالف الثلاثي قوي وأموره مسيطر عليها. ليش اليكتي مصرين على برهم؟ بخطابهم يقولون الرجل المناسب، وكو طيف عربي واسع يفضله، عنده خبرة وملى مكانه، علاقاته الخارجية ممتازة، وببداية ولايته استقال عادل عبد المهدي، وكان هذا اختبار حقيقي له ونجح به لما أصر على شخصيات غير متحزبة، ما يعني إنه ذو تفكير مستقل. تفكير المستقل وتحرر من التحزب ربما هو اللي كان يعني البارحة بخطابه لما قال إنه العراق يحتاج رئيس لا مرؤوس. ولا ننسى أنه برهم صالح انسجم مع مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي وشكلوا ثلاثي متفاهم بالمواقف والقرارات، وكل هاي النقاط تحسب إليه. ماذا عن البارتي؟ البارتي دافعين بهوشيار زيباري بس مستعدين لسحبه إذا اليكتي سحبوا برهم صالح. ليش زيباري بالذات؟ الرجل قيادي معروف بالبارتي وصاحب خبرة وعلاقات خارجية ممتازة بفضل عمله الطويل كوزير للخارجية. قبل كل هاي الرجل قريب جداً من كاك مسعود، وهذا راح يساعد على أن يكون حلال مشاكل بين بغداد والإقليم. المأخذ الوحيد على كاك هوشيار هو إقالته بالبرلمان، لكن المدافعين عنه يقولون إنه الإقالة كانت برلمانية وبيها رائحة سياسة، وما صار عليه قرار قضائي يمس بنزاهته، لذلك ما تعتبر وصمة بتأريخه. مع هذا هناك تخوف من انتخاب زيباري وتجريد اليكتي من منصب رئاسة الجمهورية، لأنه هالشي راح يتسبب بانهيار معادلة تقاسم المناصب والامتيازات بالإقليم. نعرف أن التفاهم التاريخي بين الحزبين قام على أساس احتفاظ اليكتي برئاسة الجمهورية وإدارة كركوك مقابل احتفاظ البارتي برئاسة الإقليم ورئاسة حكومة كردستان. يعني انتخاب زيباري راح يتسبب بانهيار هذه المعادلة وربما انهيار الإدارة الواحدة للإقليم. بالنتيجة المعركة واضحة، لكن بقد ما هي واضحة بها منطقة ملغزة. اليكتي مثلاً مستقتلين على ترشيح برهم رغم استعداد البارتي لسحب زيباري إذا سحبوه من السباق. ليش هذا الاستقتال؟ هل الرجل مطلوب أن يكون موجود بالمعادلة من قبل قوى إقليمية معينة؟ ما نعرف. بالمقابل البارتي يقولون أن بقاء برهم بالترشيح
راح يضعف الكرد ببغداد. شلون يضعفهم والبارتي مستندين على تحالف قوي وما يحتاجون اليكتي بأي شيء؟ هل المقصود أنه الإصرار على برهم راح يتسبب بانقسام كردي تاريخي يضعف الكرد على المدى الطويل؟ إذا كان هذا قصدهم فنرجع للغز المزدوج نفسه. ليش الإصرار على برهم وليش الفيتو عليه؟ الخلاصة، الألغاز بالعراق هواي، بس كلها أسهل من اللغز الكردي أو رئاسة الجمهورية بهالدور. حياكم.